بحثا عن بصيص أمل يحمل السلام لمدينتهم المنهكة، يحاول العديد من الفنانين التشكيليين في مدينة تعز التعبير عما تعيشه مدينتهم بلوحة فنية حملت إيصال رسالة تبحث عن السلام والتعايش الذي بات ينشده الجميع. طبعا وجودي هذا المكان مشاركة في المعرض الفني السلام والتعايش، طبعا كانت حبيت أشارك بهذا المعرض لأنه دورنا كشباب توعية أو نشر ثقافة السلام، فكان كوننا فنانين فينتشر السلام عبر اللوحات الفنية اللي نقدمها يعني زينا زي الإعلام. طبعا المسابقة هي على السلام، حبينا ان احنا نوصل رسالة للمجتمع كامل انه احنا بمحافظة تفتقر للسلام بشكل عام، خاصة هذا الجيل الذي نشأ بظروف قد تكون صعبة وقاسية من حرب ودمار وحصار، لم نأخذ حريتنا بشكل كافي. الورشة تتحدث موضوعها الأساسي هي إخبار المجتمع برسالة الفنانين تعايش السلام، وأنه الحياة لا تقوم إلا على هذا المبدأ الأساسي. طبعا مواضيع السلام والتعايش أبرز ما يمكن تقييم هذه الأعمال هي النقطة الأولى الفكرة والمضمون، كيف الفنان عمل إيضاح على تحويل كلمة السلام وتحويرها من كلمة إلى شكل. كان المعرض ضمن الأنشطة الفنية لجامعة تعز، شارك قرابة 40 فنانا تشكيليا من مختلف التخصصات بورشة فنية حملت رسالة السلام والتعايش التي حاولوا التعبير عنها بريشاتهم كونها الوسيلة الوحيدة التي تعبر عما يحملون بداخلهم. فإحنا رسالتنا إنه كيف ننشر القضية بس بطريقة اللوحات الفنية. طبعا اللوحة اللي رسمتها أنا كانت عبارة عن يد تمسك وردة أو بمعنى الوردة المفهوم الأساسي، لكن هو كيف إنه هذه الوردة رغم الجمال اللي فيه أو الظاهر الجمال اللي فيه إلا إنه أشواك اللي تجرح، فهذا هو اليمن إنه رغم الحصار أو القتل اللي فيه بو أو الأشواك هذه بالأخير بيطلع شيء جميل في اليمن. نحاول إن إحنا نوصل هذه الرسالة المجتمعية، يمكن إنه نلاقي أحد يسمعنا ويفك عننا هذه الأزمة. احتوت العديد من الرسومات على أشكال فنية برزت فيها معالم تعز الأثرية، وحمام السلام يحلق في سماء الوطن الذي بات وردة في ذهن أحدهم كونها تحمل الجمال رغم كل ما يحوط بها من آلام.